تتكلم عن مستقبل الكريكت تجربه في عالم قصير والاشكال الاقصى الايجابيات والسلبيات والتطورات. وخلال العشر السنوات الماضيه قد خسرنا العديد من التغيرات والتقدم والتطور الذي يمكن ان نقوم به. ونحن نتكلم من 25 عاما هناك العديد من الخبرات. كيف يمكن ان تكلمنا عن هذا؟ نعم قد كنت ألعب في إنجلترا وأنا مدير وكنت في العديد من الفعاليات وقابلت العديد من الشخصيات القيادية في عالم الكراكت. لم يتغير العديد من الأشخاص ولم يتغير قوة ومبادرة العديد أيضا من الشخصيات ولديهم القدرة الكبيرة على التعاون وكيف يقومون بفرض شخصيتهم على اللعبة. وبجدية أريد أن أتكلم عن هذا. لقد خسرنا العديد من الشخصيات القيادية ولا أريد أن أتكلم عن هذا، ولكن عندما نتكلم عن كيفية لعب بعض الأشخاص يريدون أن يركزوا على الكرة وليس على تغيير نفسهم، فعليهم أن يركزوا على تغيير أنفسهم أكثر من التركيز على الكرة والتركيز على فعل نفس الشيء في كل وقت. فعليهم أن يقوموا بالتركيز على شخصيتهم وعلى ما يمكن من تطويره من نفسهم في كل الأوقات. وأيضا هذا شيء محزن أن نقوم بخسارة شخص مثل هذا اللاعب القادر. نعم كنا نتكلم عن هذا وكنا نتكلم عن العديد من التغيرات التي يمكن أن تحدث أمام عينك. ما هي الأشياء التي يمكنك وما هي الطرق الأفضل لالتقاط الكرة؟ نعم يمكنك، عليك فقط أن تعرف أن الكرة سوف تقوم بالدوران العديد من المرات، ولكن كل ما عليك فعله هو أن تدرك أنه بإمكانك التقاط الكرة. وإذا يجب أن يكون هذا جزءا من الخطة، وإن لم يكن فليس هناك خطة. ولكن إذا كنا نتكلم بشكل عام في حياة جميع الأشخاص عليهم أن يقوموا دائما بوضع خطة في حياتهم.